لا 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 يا جماعه الوقفه هنا يا جماعه ما ينفعش كده. مجلس اداره الزمالك برئاسه يعني الدنيا اتقلبت راسا على عقب زي ما حضراتكم شايفين كده. الزمالك طلب الزمالك بسبب الزياره التاريخيه وطبعا مجلس اداره الزمالك بعد غياب 19 عام ايضا حدث الزمالك كلهم زي ما حضراتكم شايفين في الصوره في استقبال كابتن محمود بين نادي الاهلي والزمالك. الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بعد 15 سنه زي ما حضراتكم شايفين. زياره تاريخيه وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي الزمالك بعد غياب 19 سنه. يعني زي والناس بتهتف كده الزمالك بعد وصول محمود الخطيب داخل مقر نادي الزمالك شايفينه امام حضراتكم في الصوره. لا 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 مش هينفع كده يا جماعه. يعني زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب بيمر امامكم. كابتن محمود كابتن محمود كابتن محمود كابتن محمود بيبو 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 بيبو. في حدث تاريخي جدا 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 وصل رئيس النادي الاهلي الى نادي الزمالك ب 100 عقبه وبعد سنوات طويله 15 سنه على وصول يعني بعد اخر زياره لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا وصول مش عارفين تعالى الاخر عشان ارجع 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 ارج